وأولى فقراتنا ومساحاتنا الصباحية حنروح لمساحتنا التربوية والمسابقة المركزية اللي كانت الشغل الشاغل لكل المحافظات السورية. مع اقتراب انتهاء مواعيد المسابقة المركزية في استقبال أوراق التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة التي تتبع لمحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق، ماذا عن استكمال الأوراق المطلوبة ومتى ستكون المباشرات؟ هل سيكون دفعات لاحقة للتعيين؟ أيضا رح نضوي على موضوع التثبيت وخاصة للعقود المؤقتة. كثير من الطروحات اللي وصلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك بصباحنا غير رح يجاوبنا عليها أكيد ضيوفنا لليوم الأستاذ باسم الحيدر معاون وزير التنمية الإدارية، والأستاذ رائد الذياب وهو مدير التنمية الإدارية في محافظة ريف دمشق. يسعد صباحكم. صباح أهلا وسهلا بحضرتكم. صباح الخير. عفوا أهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما قلنا استفسارات كثيرة بنحاول دائما ناخذ قدر الإمكان منها. البداية مع الأستاذ باسم، خلينا نبدأ مع حضرتك. كثير من المتقدمين سألوا أنه موضوع استكمال أوراق التعيين أو حتى التعاقد، كيف بيقدر يتصرف الشخص الناجح والمقبول في حال واجهته أي مشكلة أثناء استكمال أوراق التعيين؟ مثل بعض الناجحين يراجع الجهة العامة وبيقولوا له طبعا أنه الأسماء ما أجت أو لا يتم استلام الأوراق منه. بالنسبة للصعوبات اللي بيواجهوها المقبولين للتعيين أو للتعاقد بالجهات العامة نتيجة المسابقة، في حال واجهتهم أي صعوبة أكيد عم يراجعوا مديرية التنمية الإدارية أو دائرة التنمية الإدارية في الجهة العامة. في حال عدم الإجابة بعدم وصول قرارات المقبولين للتعيين، فمراجعة مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية أو وزارة التنمية الإدارية، وليس مطلوب أنه مراجعتها بشكل شخصي، ممكن عن طريق صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الاتصال الهاتفي، مع الإشارة إلى أن وزارة التنمية الإدارية وافت جميع الوزارات والمحافظات و فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية عن طريق الإدارة المركزية للجهاز بقرارات وجداول المقبولين للتعيين سواء بالمسابقة أو بالاختبار فور صدورها، فور صدور تلك القرارات. يعني معالجة المشكلة بشكل مباشر وسريع بدون يمكن أي عذاب بالنسبة للمتقدمين. فورا التواصل مع وزارة التنمية الإدارية ومع الإدارة المركزية للوزارة المالية. نعم. انت اللي عندك استاذ رائد، كثير شباب عساكر قدموا على المسابقه وهنن بعدهم بضمن الخدمه العسكريه، اليوم شو مصيرهم بعد نجاحهم؟ هل بيتم تعيينهم بعد استكمال الخدمه العسكريه؟ يسعد صباحك. صباح الخير. بالنسبه للاخوه العسكريين اللي نجحوا بالمسابقه المركزيه، نحن وجهنا للجهات العامه تعميم بضروره التواصل مع كافه الناجحين لاستكمال الأوراق الثبوتية، وبيناتهم الأخوة العسكريين. عليه أنه يراجع يقدم الأوراق الثبوتية خلال شهر من تاريخ التعيين والقرار، يستكمل الأوراق، وفي حال الموافقات اللازمة انتهت بيصدر قرار تعيين إذا كان تعيين أو استخدام إذا كان تعاقد، وبعده بيتأشر من الجهاز المركزي، وبعد تأشيره من الجهاز المركزي يتم مباشرة ويعتبر مباشر حكماً. إذا كان إجازة، إذا كان خدمة إلزامية يعتبر إجازة خاصة بلا أجر، وإذا كان في الخدمة الاحتياطية يعتبر إجازة خاصة بتمام الأجر. يعني المباشرة حتكون فوراً، حنروح للإجازة بلا أجر بعد تأشير القرار من الجهاز المركزي. تمام. أستاذ باسم، لما الناجحين عم يسألوا بشكل كتير كبير إذا كان في دفعات لاحقة للتعيين، بمعنى الناجحين غير المعينين عندهم أمل بالتعيين؟ هي أول سؤال. طبعاً عدد كبير من الناجحين غير المعينين ربما يتجهون طبعاً مثل ما بنعرف لأي عمل خاص أو التزام، لذلك هناك أي بوادر تعيينات إضافية أم يجب الانتظار لمسابقة جديدة؟ لابد من التوضيح بالبداية أنه ليس هناك درجة نجاح وليس هناك ناجحين في المسابقة. نعم. بنيت المسابقة على أساس المفاضلة بين المتقدمين. نعم. حسب عدد مراكز العمل، ويؤخذ الترتيب التنازلي لدرجات محصلات نتائج المتسابقين، سواء درجة الامتحان بالنسبة للمسابقة أو درجة الاختبار العملي المؤتمت بالنسبة للاختبار، ويؤخذ بالتسلسل التنازلي حسب العدد المطلوب. إذن ليس هناك درجة نجاح أو رسوب، ليس هناك ناجح أو راسب، هناك حسب القرار رئاسة مجلس الوزراء الناظم للمسابقة، هناك فقط يصدر بقرار من وزير التنمية الإدارية أسماء المقبولين للتعيين، ولن تكون هناك دفعات لاحقة
من المقبولين للتعيين. اذا يعني ليس بتشوف استاذ عفوا انه في تناسب بين اعداد المتقدمين او حتى الشواغر، لانه دائما بيكون اعداد المتقدمين مثل ما بنقول كثير كبيره بالنسبه للشواغر الموجوده او المتاحه. هذا امر طبيعي، مسابقة مبنية على تحديد احتياجات محددة واردة من الوزارات ومن الجهات العامة، فالعدد محدود، وحق المتقدمين أو اللي بيحمل المؤهل العلمي المطلوب لكل وظيفة التقدم. أكيد ما رح نحدد عدد المقبولين، أنه عدد المقبولين للاشتراك بالمسابقة نحدده ب100 لكل وظيفة أو 200، يحق له من تتوفر فيه الشروط التقدم لهذه الوظيفة وتتم المفاضلة وفق الأسس الناظم للمسابقة والواردة بقرار رئاسة مجلس الوزراء. إذن لن يكون هناك ملحق للتعيين. في حالة خاصة ممكن نذكرها، اللي هي في حال مستنكفين على مدة تقديم الأوراق الثبوتية، كان بقرار رئاسة مجلس الوزراء شهر من تاريخ صدور قرار المقبولين للتعيين، ومن ثم مددت بقرار من مجلس الوزراء ايضا لمده 15 يوم، اذا اصبحت 45 يوم. طبعا. بعد انتهاء هذه المده المستنكفين عن تقديم اوراقهم الثبوتيه ممكن ان يصدر قرار من وزير التنميه الاداريه، قرار باسماء المستنكفين، ومن ثم قرار باسماء المقبولين للتعيين بدل المستنكفين. نعم. استاذ رائد، خلينا نضوي شوي على موضوع البلديات خاصه بريف دمشق. وصلنا استفسارات معاناه رؤساء البلديه اليوم، الناجحين يلي وصلن أسماءهم معظما إناث، ونحن بنعرف اليوم الإناث غير قادرات على القيام بأعمال إن كان رش المبيدات، تنظيف شوارع. اليوم شو الحل لهدول الإناث؟ ممكن يقدروا ينقلوا لشيء تاني؟ وإذا اليوم الصبي ما رضت بهذا التعيين، بيسقط حقها بالنجاح أو كيف؟ بالنسبة لموضوع الإناث، يوم تجت الأخوة المتقدمة قدمت على المسابقة المركزية، كان في عندها ثلاث رغبات، هي ثلاث مراكز عمل في مسمى وظيفي، في بطاقة وصف وظيفي مشروح فيها شو المهام التي توكل إليها. فهي قدمت على الفئة الخامسة عاملة نظافة، المسمى الوظيفي عاملة نظافة مذكورة فيه المهام، وبالبطاقة وصف الوظيفة اللي اجت من وحدات إدارية والجهات العامة ما تحدد فيها أنه ذكر أو أنثى المطلوب. تمام. فهي تم قبولها على رغباتها اللي هي كتبتها بإيدها، ثلاث رغبات، الرغبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، كلها مثلا عاملة نظافة. هي على الجهة العامة استقبال أوراقها الثبوتية، وبعد استكمال الموافقات اللازمة تأشير القرار من الجهاز المركزي ومباشرة العمل. في حال هي ما التزمت بالعمل أو ما التزمت بالصفة الوظيفية اللي تعينت عليها، يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها وفق القانون العام الأساسي بالدولة. طيب، ولكن هن إناث اليوم، يعني صعب اليوم نشوفهم عاملات نظافة بالشوارع أو يعني أعمال صيانة، كونوا أعمال بلديات، يعني ما في شيء مرادف لهذا العمل وبنفس الصفة؟ يعني استماعي هي، يعني الصفة الوظيفية عاملة نظافة بدها تلتزم وفق بطاقة الوصف الوظيفي عاملة نظافة. لما بنحكي عن المسمى الوظيفي رح نضل شوي بهذا النطاق، ناجحين عم يسألوا كيف بيقدروا يحموا نفسهم بإطار المسمى الوظيفي بعد التعيين. على فرض أنه أحد الناجحين بالمسابقة تعين مثلا بمسمى معاون رئيس شعبة، أو عندما أتى ليباشر تم تغيير المسمى الوظيفي له سواء أقل أو حتى مساوي، هون كيف بيقدر يحمي نفسه؟ حقه محفوظ للمتسابق، المتسابق لن يؤشر قرار تعيينه من الجهاز المركزي للرقابة المالية إلا على الوظيفة التي قبل على أساسها، على مركز العمل الذي قبل على أساسه، وعلى أساس بطاقة الوصف الوظيفة التي قبل عليها. ويجب على الجهة العامة أن توكل إليه هذه الوظيفة ومهامها، وعند أي إشكالي بهذا الموضوع موجودة الأجهزة الرقابية، موجودة أيضا مديرية التنمية الإدارية بالجهة العامة، بإمكانية التظلم وفق الأنظمة والقوانين. نعم، يعني يعاد النظر بالمسمى الوظيفي. لا يعاد النظر، يجب أن توكل إليه مهام المركز العمل الذي قبل على أساسه. نعم. وأن يكلف بمركز العمل بقرار التعيين. نعم. إذن حق محفوظ للعامل. استاذ رائد، بعد الاسئله اللي وصلتنا او الاستفسارات عم يخبرونا انه راحوا ليعملوا استكمال للاوراق، فخبروهم انه بعد ما تجي الموافقات اللازمه. في حال الناجح يلي اجى اسمه ضمن المسابقه غير رقم هاتفه او رقم او عنوان سكنه، شو مصيره هون؟ نحن بدايه فور صدور قرار المقبولين تم التعميم على الجهات العامه، خلال اسبوع يراجعونا ويبعثوا مندوب لاستلام الاضابير للأشخاص المقبولين. على الشخص استكمال أوراقه الثبوتية مثل ما حكى الأستاذ باسم خلال 30 يوم، تمددت ل 45 يوم.
في حال ما استكمل الاوراق خلال الفتره هي يعتبر مستنكف. في حال الاخ المتقدم الناجح غير عنوانه او رقم هاتفه يجب عليه هو مراجعه المكان اللي تقدم فيه هي الامانات العامه بالمحافظه او مراجعه الجهه العامه وهن يعني بيعطوا تسجيل المعلومات وبيعطيهم الرقم اللي سجل عليه بالمسابقه. تمام. بموجب هالرقم بيتم على الكمبيوتر انه اما ناجح او راسب بيعطوا البيانات. تمام. ممكن اذا سمحتي لي اعقب على كلام الاستاذ رائد انه على الجهه العامه فورا قبول استقبال الثبوتيات الذين يرجعونها من المقبولين للتقدم المسابقة وعدم الانتظار لوصول الموافقات الأخرى اللازمة، فهي بناء على البيانات والأوراق الثبوتية اللي قدمها المقبول للتعيين نتيجة المسابقة أو الاختبار ستقوم بإعداد الموافقات الأخرى اللازمة، فربما تتأخر الموافقات أكثر من المدة المطلوبة اللي هي 45 يوم، هل يفقد حقه ويعتبر مستنكفاً؟ ما هو الإثبات أنه راجع هذه الجهة العامة؟ إذن على الجهة العامة فوراً استقبال ثبوتياته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات. أصدرتوا تعميم بهذا الحكي؟ أنه مفروض القرار واضح وأصدرنا التعميم مثل ما ذكر الأستاذ رائد، تم التعميم على جميع المحافظات للتواصل مع الجهات العامة في تلك المحافظة لإرسال مندوب لاستلام الأضابير والتواصل مع الناجحين أو المقبولين للتعيين عفواً. خلينا كمان بالأسئلة والاستفسارات اللي وردتنا بخصوص تحديد مركز عمل. نعم. في حال كان هناك بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص إيقاف تحديد مركز العمل النقل والندب بالجهات العامة حفاظا على حقوق الناجحين بالمسابقة. نعم. المركزية. طيب صدرت أسماء المقبولين للتعيين، هل تعود عجلة تحديد مركز عمل والنقل والندب بالجهات العامة أم لا زال الموضوع متوقف؟ إذا بدنا نقول مع تنويه إلى أن تعديل الوضع الوظيفي كمان متوقف، فهون مطلوب التوضيح. الموضوع له شقين، أولا بالنسبة لإيقاف النقل والندب بالجهات العامة، وثانيا تعديل الوضع الوظيفي. بالنسبة للنقل والندب حاليا يجب أن لازم يبقى متوقف لحين انتهاء فترة تقديم المقبولين بالمسابقة لثبوتياتهم. نعم. يعني كان الهدف من إيقاف مثل ما ذكرتي وحدد بلغ رئاسة مجلس الوزراء هو الحفاظ على حقوق المتسابقين، أعلنت عن احتياجات ومراكز عمل بالمسابقة، ومن ثم قبل انتهاء المسابقة ممكن أن أنقل إليها على مركز العمل اللي أعلنت عنه بالمسابقة عامل آخر. طيب نجح العامل وتعين، رح يكون مركز العمل شاغل، إذن هي للحفاظ على حقوق المتسابقين. رح يبقى مضمون البلاغ ساري مثل ما نص القرار لحين انتهاء إجراءات المسابقة والاختبار، إذن لحين انتهاء من تقديم الثبوتيات ويتبين من استنكف ومن لم يستنكف وهل تم مركز العمل معلن عنه بالمسابقة أم غير معلن. بالنسبة لتعديل الوضع الوظيفي فهذا بيخضع للأنظمة والقوانين وليس له علاقة بالمسابقة المركزية. بتعديل الوضع الوظيفي هو مرتبط بتوفر الشاغر وتوفر المؤهل العلمي اللي حصل عليه العامل ضمن الملك العدد للجهة العامة، فهذا أمر آخر. أستاذ رائد، عم يسألونا إذا كان في خطأ ما بسبب موظف باستكمال الأوراق، اليوم شو لازم الناجح يتصرف بهي الحالة؟ الناجح عندما يراجع الجهة العامة يجب أن يكون مستوفي كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التعاقد. مفروض الموظف ما يقبل منه الأوراق إلا ما يكون مستوفي كافة الشروط وكافة كافة الأوراق الثبوتية. شو هي مسؤولية الناجح إذا بلشت مباشرة التعيين هو ما باشر؟ شو ممكن يكون هون مصيره؟ تطبق عليه الأنظمة والقوانين النافذة والقانون العام الأساسي بالدولة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. فصل؟ 15 يوم يعتبر إنهاء سلك الاستخدام إذا كان عقد أو إذا كان بحكم المستقيل إذا كان تعيين. نرجع لك أستاذ باسم، وأحد الاستفسارات اللي جتنا أنه تقدم الوظيفة جندي إطفاء لكن هو تفاجأ أنه متجاوز للعمر المطلوب. السؤال، هل تذهب فرصة التعيين أم بيقدر يفاضل يمكن على رغبة ثانية أو حتى ثالثة؟ جميع شروط شغل الوظيفة واردة في بطاقة الوصف الوظيفي، وعلى المتسابق أو الشخص الرغب بالتقدم للمسابقة كان من البداية الاطلاع على بطاقات الوصف الوظيفي اللي هي محددة جميع الشروط فيها. في حال هذه النقطة حصلت ففي مادة بقرار رئاسة مجلس الوزراء واضحة يسقط حق المقبولين المقبول للتعيين والتعاقد أو للتعاقد في حال
عدم تحقيقه للشروط المطلوبة لشغل الوظيفة بموجب بطاقة الوصف الوظيفي. يعني حتى الرغبات الثانية ممكن ما يقدر يحصل عليها. الرغبات الثانية في متسابقين فاضلوا عليها وصدرت نتائجه. لهيك لازم مطلوبة الدقة بشكل كتير كبير إنه لاستكمال كل الشروط الممكن مشان ما نوقعين كم بهاي الأغلاط. أكيد، لأنه في عنا بعض بطاقات الوصف الوظيفي إلى شروط خاصة من حيث العمر، من حيث تحديد الجنس ذكر أو أنثى. نعم. فيجب الالتزام بها، والمتسابق الشرط الأساسي وإنه اطلع على إعلان المسابقة وعلى بطاقات الوصف الوظيفي حتى قدم طلب الاشتراك بالمسابقة. سؤال كثير تكرر وكثير انبعث لأنه عم يسألوا بعد ما يتم التعيين الناجح، هل هو بحق له أنه ينقل ضمن المحافظة الوحدة من قطاع للثاني؟ هل هو السؤال كذا شق؟ خلينا نجاوب عليه تراتبيا. القرار قرار رئاسة مجلس الوزراء 81 الناظم للإعلان عن المسابقة المركزية كان واضح، المادة 25 منه ذكرت أنه لا يحق له تقديم طلب نقل أو ندب أو تحديد مركز عمل من محافظة من جهة العاملة في المحافظة إلى محافظة أخرى إلا بعد مرور 3 سنوات، وإذا كان ضمن المحافظة الواحدة من جهة عاملة جهة عاملة ضمن المحافظة الواحدة 2. هاي جاوبت أنت على كل السؤال بشكل عام، يعني خارج المحافظة 5 سنوات 3 سنوات وداخل المحافظة 2 بيقدر وقتها يندب أو ينقل بيقدم طلب إذا كان توفر بالجهة العاملة الثانية، توفر الشاغر، توفر الاعتماد، أخذ موافقة الجهة. حتى لو كان غير وزارات، يعني من وزارة لوزارة تانية 3 سنوات حتى باختلاف القطاعات، يعني إذا اليوم مثلا هو موظف بالإعلام وحب ينقل على قطاع تاني، إذا أخذ موافقة القطاع التاني يأخذ موافقة الجهتين. تمام. نرجع لك طبعا استاذ باسم، في حال استنكف احد المتقدمين يتم الشاغر بمن يليه وفق ترتيب الناجحين بالمسابقه. نعم. سؤال انه جدول الترتيب هو حصرا موجود لدى وزاره التنميه الاداريه، بمعنى انه المتسابق بحد ذاته هو ما بيعرف ترتيبه ولا بيعرف اذا كان له فرصه او ما له فرصه، فكيف نحن نوضح هذا الشيء؟ هذا الامر حسب هو تطبيق حرفي قرار رئاسه مجلس الوزراء الناظم للمسابقه، يصدر قرار بأسماء المقبولين للتعيين أو التعاقد، ومن ثم في حال استنكاف أحد العاملين تراسل الجهة العامة وزارة التنمية الإدارية بأسماء المستنكفين، فيصدر قرار من السيدة وزيرة التنمية الإدارية بأسماء المستنكفين، ويتم بعدها ملئهم بمن يليهم بمحصلات النتائج. هون إعلان درجات الناجحين أو المتقدمين للمسابقة ما راح يفيد المتقدم، لأنه بيختلف كل متقدم، بيختلف المؤهل العلمي بيحمله والرغبات اللي هو يتقدم إليها، متقدم لثلاث رغبات، فالتسلسل ليس له علاقة بالرغبات والمفاضلة، والمفاضلة عم تتم على برنامج حاسوبي، يعني وزارة التنمية الإدارية، حتى بوزارة التنمية الإدارية نحن ما بنعرف الترتيب التالي بعد المقبولين للتعيين، لأنه هذا الأمر عبر برنامج حاسوبي ومجهز وفق أسس وآليات التفاضل بين المتقدمين، فإعلان النتائج ودرجات الامتحان لن تفيد المتقدمين. نعم. يعني فينا نشوف بعد فترة أنه حنشوف فائض أسماء جديدة دخلت على المسابقة أو كيف؟ مثل ما ذكرت بجوابي الأول، لن يكون هناك ملحق للتعيين، فقط حالات المستنكفين عن تقديم أوراقهم الثبوتية. طيب اليوم ما شملهم النجاح وشملتهم المسابقة المركزية، كان من الناجحين الفائد أو كان حتى من الشباب والصبايا اللي قدموا وما حالفهم الحظ، نعم، شو مصيرهم اليوم؟ في شيء ينتظروا مسابقات جديدة أو خلص اليوم التنمية الإدارية هي المسؤولة عن كل المسابقات اللي ممكن تصير للتوظيف؟ وزارة التنمية الإدارية لما نظمت المسابقة كانت بناء على تكليف من رئاسة مجلس الوزراء، تمام، فكانت جهة منظمة للمسابقة، وأيضا بصك أو بقانون وزارة التنمية الإدارية من مهامها تطوير أسس ومعايير وتنظيم المسابقات، فكان تكليف رئاسة مجلس الوزراء لوزارة التنمية الإدارية بتنظيم مسابقة مركزية. هذا التوجه بمسابقات قادمة ولاحقة رح يكون دوري، وما رح تكون هذه المسابقة النهائية. أكيد. للجهات العامة كمان هي المسابقة ما رح تحل كل مشاكل الموارد البشرية بالجهات العامة، إذن ستليها مسابقات، ولكن هذا الأمر
القرار يتخذ بمجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية تنفذ بالتنسيق والتعاون مع بقية الجهات العامة. وزارة التنمية الإدارية تتلقى الاحتياجات الجهات العامة، تنظمها ومن ثم تعلنها بالمسابقة. هذا الأمر بشكل مختصر للمسابقة المركزية اللي صار وفق الأسس والمعايير اللي حددتها رئاسة مجلس الوزراء. وبالمسابقات المركزية القادمة سيتم اتخاذ هذا المنحى، وممكن تطوير آلية المسابقة أيضا حتى تكون أكثر سهولة ويسر، مع أنه بهذه المسابقة حاولنا قدر الإمكان وزارة التنمية الإدارية مع بالتنسيق وإشراف من رئاسة مجلس الوزراء في تقليل السبوتيات وتقليل تبسيط الإجراءات المسابقة قدر الإمكان، ولكن كل مرحلة ممكن نطور على المسابقة الأخرى لتلافي بعض وتبسيط بعض الإجراءات الأخرى. إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق وتكون هاي المسابقة هيك خير للناس، ونتمنى نحن نشوف أسماء جدد كان فايت، حتى لو ما كان في اليوم بخطة التعيين أنه حدا جديد، ولكن هي الأمل الوحيد لكل الشباب والصبايا اللي ما حلفوا الحظ. إذا سمحتي لي، المسابقة إجت بناء على احتياجات وعلى شواغر محددة من هاي الجهات، فايت تقدم حاول نعطيهم امل اليوم. تقدم المتسابقين اكيد في امل، وان شاء الله بمسابقات قادمه وبنشوف نحن كمان شو توجهات مجلس الوزراء، لانه هذا الامر متكامل. فتحددت ما كان عندنا فائض لانه في عندنا المسابقه كانت على مراكز عمل محدده. نعم اكيد بدنا نشكركم كل الشكر على كل المعلومات اللي قدمتوا لنا اياها، واكيد بنتمنى التوفيق لكل المتقدمين، الاستاذ باسم الحيدر معاون وزير التنميه الاداريه. شكرا. والاستاذ رائد ذياب مدير التنميه الاداريه في محافظه ريف دمشق، كل الشكر لكم لتواجدكم. كل الشكر. اهلا وسهلا وصباحكم خير. صباح الخير. صباح الخير.